ليش الإنسان بهالدنيا مضيع أخلاقه وناسيها؟ يصرخ بأمه ويرفع صوته تبجي قباله وما يراضيها، ويروح يغازل فد وحده تهينه ويبقى يغازل بيها. يعيش يلي تبيعه بدرهم وامه اللي تحبه يعاديها، ما تحترمه ويقبل ينذل اي بني احليه والذله. وامه اللي ربته اشقد تسال عن احواله وما تندل، اشبيها الدنيا اشبيها العالم، يا رب استر من تاليها.